مارسينيو الكابتن محمود الخطيب متمسك جدا باتمام الصفقه، كلف امير توفيق مدير التعاقدات بضروره انهاء القصه. اتفق على او اقترح ان يتعمل اجتماع زوم من اجل تقريب وجهات النظر، لان النادي الياباني كاوازاكي عايز 3 مليون دولار كاش. الاهلي بيحاول ان يوصل لحلول في هذه القصه في ظل اقتناع واضح وكبير من مارسيل كولر بامكانيات اللاعب البرازيلي مارسينيو. رامي ربيعه هيجيب عن مواجهتي اتحاد المونستيري النهارده. الكاف اعلن اخطر الاهلي بسبب انه اتطرد في مباراه الاهلي مع الوداد على مقاعد البدلاء ضمن اعتراضات كانت شهدتها المباراه. عن باقي اللاعبين والصفقات، فمحمد محمود يبدو قريبا من الخروج على سبيل الاعاره الى احد ثلاثه انديه، سيراميك كليوباترا وناديين سكندريين هما سموحه والاتحاد السكندري. سموحة قال إن الملف في يد الكابتن طارق العشري لحسم القصة، الأهلي ما عندوش مشكلة في أن يخرج اللاعب، بل يرى إنه فرصة جيدة ليستعيد المشاركات ويستعيد اللياقة البدنية، وبالتالي الكابتن طارق العشري رأيه موافق، قال إنه لعيب كويس جدا لكن بيدرسوا الحالة البدنية لمحمد محمود ومدى الاستفادة. الاتحاد السكندري دخل في الخط ويدرس هو الآخر إتمام قصة استعارة محمد محمود من النادي الأهلي. سيراميك كليوباترا الأقرب لحسم انتقال زياد طارق على سبيل الإعارة في الأيام ربما القليلة المقبلة. كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي جاي له برضه عروض إعارة مع انضمامه رسميا للأهلي، لكن الأقرب هو أنه يكمل ليصبح بديلا محتملا لعلي معلول الظهير الايسر اللي ما فيهوش لعيب اساسي كبير الا علي معلول. في محمد اشرف لاعب شاب، في الدبيس لاعب شاب انضم ومتوقع ان يستمر مع الفريق. على مستوى بيراميدز، وسريعا قبل ما نختم عشان نرحب بضيفنا العزيز، لجنه التظلمات في الاتحاد المصري لكره القدم قررت تاييد قرار مجلس اداره اتحاد الكره بعدم احقيه بيراميدز في المطالبه بأنه يشارك في دوري أبطال إفريقيا. كده كده